السلام عليكم. والله انا ما احب الوداع بصراحه يعني. بس من كلام الشيوخ من اول ما وصلنا وهم يتكلمون عن بر الوالدين، بذكر لكم قصه واقعيه صارت معي مع اخوك. انا كان لي زميل صراحه وكان موظف حارس امن مرتب 1500، له 5 اخوان، فترك امهم فشال هذا الشخص وكان مرتبه 1500 ومستاجر بيت 7000 ريال. والله العظيم يتسلف في الشهر ما يفوق راتبه عشان يجيب علاج السكر لامه. اي والله عشان يجيب السكر، العلاج حق السكر لامه. واحد منكم، واحد من اللي يتسلف منهم، انا يعني قريب منه صراحه. لكن تدرون وش جزاء الله؟ ما تدرون في الدنيا فما بالك في الآخرة. جاني يوم من الأيام والله ينتفض، تأخر راتبه ما نزل. بعد 3 أيام من الشهر جاني ينتفض، يقول لي بهالمنطق أبو خالد، أبو خالد إيش فيك يا أخوي؟ قال لي أنا في حسابي 80 مليون. والله 80 مليون، والله 80 مليون. الولد مو بعارف يتكلم، مو بعارف ينطق. مسكته رحنا انا وياه البنك، وصلنا البنك قالوا جيبوا ورقه من البحث الاداريه عشان نطلع بيانات الشخص اللي جايه من عند الفلوس. جبنا ورقه من البحث الاداريه، طلع الحساب، كلموا الشخص هذا، قالوا لك الان 3 ايام محول مبلغ 80 مليون على حساب الشخص فلان بن فلان بن فلان. قالوا يا جماعه الخير، انا انسان مصاب بالسرطان، ملياردير اماراتي، اخترت 7 ارقام حسابات في الخليج وضعت في كل رقم 80 مليون حلال محلل عليه. والله العظيم بهالمنطق يعني واقع حقيقية لشخص اعرفه جيدا. فشوفوا بين الوالدين وين وصل، عشان امه في الدنيا فما بالكم بالاخرة. انا جيت ما ابي اودعكم، ان شاء الله اني ما اودعكم ونكون على لقاء دائم. وانا ما احب الوداع بس حبيت اذكر هالقصه للعظه، وشكرا جزيلا.